شكرا منى وعودة من جديد لكم جميع المشاهدين اللي كانوا بيتابعونا في صباحاتنا السودانية. في بداية الحلقة احنا اطلقنا هاشتاج بنتكلم فيه عن العلاج بالموسيقى، وطلبنا من انه كل الناس تشاركنا آراء وافكارها حول هذا الموضوع. الحديث اكثر حول هذا الموضوع بشكل مفصل، سعيدة جدا انه يكون معنا ضيفة مميزة داخل الاستديو هتتكلم معانا عن علاج الأطفال بالتحديد بالموسيقى، وقدر شنو الحاجة دي ممكن تكون مؤثرة. وإحنا لسه منتظرين برضو تعليقاتكم وآراءكم ومقترحاتكم كمان حول هذا الموضوع. سعيدة جدا نكون معي داخل الاستديو مست سوكا اللي هتكلمنا عن العلاج للأطفال بالموسيقى. Hello, good morning. Good morning. We're happy to have you here. Thank you for having me here. Yes. We're talking today about the psychology impact that comes from listening to music. First of all, we have to talk about the general psychologist impact that comes to us when we listen to music. Yes. So, Asar, I'm a music therapist. Yes. So I work with people with disabilities using music, by using music. So music engage people and then motivate people, and especially for example, kids with autism, they have a hard time stay focused, having taking turns. Yes. So those skills, social skills, communication skills, we work with those kids to develop those skills by using music. By using music. Yes. سألنا مستر سوكا عن الأثر النفسي البعود على الفرد من سماع الموسيقى. تكلمت عن إنه هي أخصائية نفسية تعالج بالموسيقى، وقدر شنو الحاجة دي هي فعالة، هي بتساهم وبتساعد في خلق صحة نفسية أفضل للأطفال اللي بيكونوا بيعانوا من مشاكل نفسية، وبيكون عندهم مشاكل في حياتهم الاجتماعية، ما بيكونوا مندمجين بشكل صحيح في المجتمع. واقترحت إنه هذه الطريقة بتكون فعالة جدا جدا مع هذه الفئة من الأطفال. حنسأل برضو عن إنه من أي عمر إحنا ممكن نبدأ نخلي أطفالنا يسمعوا موسيقى، خصوصا إنه في مقولة بتقول إنه الأم أثناء الحمل مفروض تهتم بسماع الموسيقى، ما بس عشانها بس عشان كمان الطفل اللي بيكون موجود في داخلها. Listening to music. Yes. At what age we should let our children start listening to music? There's an old saying says that the mother, the pregnant mother, should listen to music not just for her, but only for her child also. Yes. Yes. Music is for everyone, even newborn or even pregnant women. Yes. Till people who actually have illness and people who have close to facing this, because the listening, the hearing, the sense of hearing is the last sense that we have, human being has, till we actually die. So for everyone, yes. Really for everyone. بتقول إنه الموسيقى بشكل عام هي للجميع، سواء كانت للأطفال أو للإمرأة الحامل، وحتى في للجنين اللي بيكون داخل البطن، بتساهم وبتساعد في تهدئتها، وبتساهم وبتساعد في إنها تخلق صحة نفسية جيدة بينها وبين طفلها أيضا، وتأثيرها بيكون كبير جدا. سبحان الله، يعني يمكن دي حاجة غريبة ومختلفة في نفس الوقت، قدر شنو الحاجة دي ممكن تكون يعني بشكل كبير مختلفة. هي مستسوكا بتساعد في شفاء الأطفال اللي بيكون عندهم متلازمة داون بعلاجهم بالموسيقى، وقالت إنه الحاجة دي بتكون فعالة. إحنا معانا فيديو يا مصطفى، ممكن نشوفه شباب؟ يمكن زي ما تابعنا معاكم مستسوكا وهي بتعالج هؤلاء الأطفال، وهم قاعدين يقضوا وقت ممتع وجميل جدا جدا. الأطفال اللي بيعانوا من متلازمة داون. How do these kids find this? Do they really like it and they
Yes, every day they ask me, Misaya, Mizuga, Miten. So always, they always get excited to come to therapy sessions. And, you know, that was the example of music therapy sessions that yes. in group, and they have to take turns. Yes. And sometimes I play faster, and yeah. they follow me. So yes. it's engaging them, motivating them. And also, we are working on cognitive skills. So when I go faster, they follow me yes. to, you know, match the tempo. So yeah. We are working on different skills, really, yes. social skills, communication skills, cognitive yes. skills. Yes. yes. بتقول إنه يعني الأطفال بيكونوا متحمسين جداً جداً لهذه الجلسة العلاجية بالموسيقى وبيسألوها كل يوم متين حنكون هذه الجلسة بتساعدهم وبتساهم في مهاراتهم التفاعلية والاجتماعية. حتى هي بتقول إنه هي في وقت من الأوقات بتضطر إنها تبدأ تعزف بسرعة وهم بيكونوا معاها في هذه السرعة دي برضو بتساعد وبتساهم بشكل كبير في إنهم يقدروا يكونوا ملمين بشكل أسرع بكثير من المعلومات اللي ممكن تكون بتقدم لهم ودي نوع من أنواع العلاج. So today with Mona, yes. you have something for us. هي هتقدم لنا حاجة مع مونا. So shall we start? Okay. You use this for one of your therapy yes. sessions? So since I'm from Japan and yes. I wasn't familiar with Sudanese music, but students, kids, they always respond to Sudanese music the most. Yes. So she helped me to learn Sudanese songs. And the Sudanese music has a pentatonic, which is five notes from yes. the octave. So I learned Sudanese songs and then the songs that on video I played, that was based on Sudanese pentatonic. Yes. So she helped me to learn those Sudanese music yeah. so that I can get to provide music therapy that yeah. is more engaging yes. and motivating for them. Yes. بتقول انه هي من اليابان ويمكن السلم الموسيقي او نوعيه الموسيقى اللي هي بتقدمها كانت للاطفال ما كانوا بيقدروا يتجاوبوا معاها زي ما بيتجاوبوا مع الموسيقى السودانيه. منى ساعدتها انها تتعلم السلم الموسيقي السوداني وهي بدات تعزف والاطفال بدوا يتجاوبوا معاها اكثر بالموسيقى السودانيه ودي واحده من الحاجات اللي هي تعلمتها هنا بوجودها في السودان من خلال الجلسات تحت العلاج بالموسيقى. What are the benefits? Mm-hmm. I mean, kids listen mm-hmm. to music mm-hmm. if they are mm-hmm. Normal kids mm-hmm. or special mm-hmm. needs kids. Mm-hmm. What are the benefits mm-hmm. that you think they get from mm-hmm. listening to music mm-hmm. and working with you yes. in the therapy sessions? Yes. So for music therapy sessions, music therapists, we are all certified. We study music therapy in college or university grad school. So those people, we are certified and we are practice based on scientific researches mm. to develop their cognitive skills, communication skills, social skills, even mm. motor skills and emotional skills also. So even kids without disabilities, they might have some hard time sitting down in chair, listening to adults, teachers. Yes. So those kids, for music therapists, we work with those kids to develop their communication and social skills, or mm-hmm. even sometimes emotional skills. Mm-hmm. Some kids might have hard time yes. coming down, crying, and you know, getting upset. So
music, really playing music, engaging, interacting with therapists no. to learn those skills, how no. to calm down, yes. how to manage their anger. So yes. those skills can be addressed in music therapy sessions by using music. Yes. سألناها عن النتائج اللي هي لقتها من خلال هذه الجلسات العلاجية بالموسيقى وقالت إنه هي شايفة إنها هي ما مفروض تكون بس جلسات علاجية بالنسبة للأطفال مفروض تتطور للكليات والجامعات ويتم تدريسها لأنها بتساعد وبتساهم كثير جدا جدا في بناء شخصية مختلفة بالنسبة للأطفال بتساعد على التحكم في الغضب التحكم في الهدوء الزائد اللي بيكون عند بعض الأطفال في مهارات وأدواته التفاعلية والاجتماعية وهي قاعدة تشوف هذه النتائج بتظهر من الجلسات العلاجية بالموسيقى اللي هي بتقدمها بالنسبة للأطفال. How long are you staying in Sudan? So I have been here for a year and a half and I have four or five more months to stay here. Yes. 4 months. Yes. هي لها الآن عام ونصف في السودان وحتقضي معانا أربعة أو خمسة شهور قادمة. دي دعوة لكثير من الناس اللي ممكن يكونوا بيتابعونا في هذه الحلقة من صباحات سودانية إنه يمكن فعلا يكون طفلك محتاج للعلاج بالموسيقى وهي طريقة فعالة ومختلفة جدا. Mr. Soka, yes. what are your biggest dreams? Where do you want to go with this? Oh, good question. I love staying here. I love working in Sudan. And right now I'm working at Markaz Dar Al Hanan, which is a school for students with disabilities. I really enjoy working here, but this I'm a JICA volunteer, which is a Japanese organization has the program for volunteers, which is only for 2 years program. So I wish I can stay here longer, but inshallah I will come back to here too. سألناها عن يعني يمكن خططها المستقبلية وأحلامها اللي هي عايزة تصل بها بهذه الفكرة المختلفة وهي العلاج بالموسيقى. قالت إنه هي بتعمل في منظمة تطوعية يابانية ومدة وجودها في أي بلد هي سنتين. بتتمنى إنها تقعد معانا وقت أطول ولكن هي حتمشي ووعدت بإنها حتكون موجودة في السودان مرة أخرى. Thank you very much for having you here today. We hope you liked it. And we hope to see you again. Yes, definitely. Inshallah. Thank you. Thank you so much. نشكر أكيد مستر سوكا لوجوده الجميل معنا في هذا اليوم حديثا حول هذا الموضوع المختلف ونخلي منى تدينا مقطوعة نطلع بها الفاصل.